ابدا احييكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. اعياد مجيد ان شاء الله لبنان هيك بضل يعني عاجق بالفرح وتضل طرقات لبنان هيك عامره. بدي احيي كل الاصدقاء، بعرف كتار كتار علقانين بعجقه السير مثل ما انا علقت بعجقه سير كبيره. بدي احييكم نحن مباشره على الهواء ببرنامج مثل الحلم. اطيب التحيات مني انا نسرين زواهره وجاد فاضل عبر الاخراج. الحلم اليوم كسرت المقاييس. هي أم، هي زوجة، هي فنانة ناجحة، هي صديقة وفية، هي شخص مؤمن، هي حدا كتير حقاوي، هي تسير وعين الرب ترعاها. ضيفتي من نجمات الصف الأول حجزت لنفسها بنجاح كتير كبير بتجارب بصمت فيها وعملت اسمه نادين الراسي. استوديوات صوت لبنان اليوم منورة بوجود نادين الراسي. أهلا وسهلا فيك الممثلة النجمة، مع أنه ما بحسك لا نجمة ولا أنا بحسك نادين يلي عن جد قريبة للقلب كتير واللي ما بيعرفك بيجهلك. مساء الخير، واللي ما بيعرفك انت بيجهلك صراحه، يعني انت بتخوفي بس يتعرفوا عليك بالفعل. على فكره انا ونادين كنا متخانقين كتير، ما كنا نحكي مع بعض ولا نسلم مع بعض ولا شيء، فجاه كل واحد اكتشف الحب الثاني تبعه. مش ما كنت طيقي والدخيل عارف، بس كنت تحضري. ما هي هيك بتصير. لا كنت احضر وكنت تابع وكنت تحب كيف تنتقدي، بس وقت تجي لعندي قول لا ما تقلي. يعني الله يسعدها ويبعد عنك. بس لا تبين انه انت حدا، بالعكس مش عم بخر فيك، بس عن جد بتنتقدي بشكل حلو ومئزية، ما بك شيء بس ما بتجرحي. إيه؟ يعني بتبين النقطة اللي بديك تبينيها ومحتالة، يعني بتعرفي بعدين بس حدا يقلك انه كذا ايه بعرف، بس انه لا بتنقل دائما على حق. بس كلمة الحق بتوجع، بس انه لازم تنقل. نادين الراسي اهلا وسهلا فيك، بس انت حدا بيتقبل النقد على فكرة؟ كتير انا بتقبل النقد، ما بتقبل يعني إهاني. حدا متصالح مع نفسه، ايه في نقد وفي اهانه. خلينا نفصل بيناتهم. في بعض الصحفيين بيفكروا انه هن انتقدوا ونحن ما تقبلنا انتقادهم، هن بيكونوا اهانوا. فينا ننتقد بمهنيه، يعني فينا ننتقد انه اليوم لما انت انتقدت وقلت نادين عم تقول حالة عم تتدرس بالجامعات، انت منك فيروز. صح، معك حق، انا مني فيروز، انت ما جرحتيني ما هنتيني. بس لما بيقولوا مثلا نادين عملت كذا شيء ما له علاقه بالمهنه تبعي او ما له علاقه بشيء انا حكيته، هذا بعتبره اهانه، مثل واحد عم يجرح بالتاني. ما عاد انتقاد، صار تجريح. طب نادين الراسي انت يعني كحدا سيلبرتي، حدا معروف، قد ايه يعني كل شيء معرض للناس، كل شيء بتعملوه للناس، يمكن الناس بتظلمكم او تنسى انه انتم ناس عاديين كمان، بتحسوا مرات بتكونوا مش على بعضكم هيك. للاسف مش الناس اللي بتنسى، مين الاعلام مرات بينسى. يعني بصيروا خلص بالنسبه لهم انت ماده او هدف، ومش صح. يعني انت انسان عنده مشاعر وبيزعل بينجرح بينقهر، بده مين يسيره، بده مين يهتم شوي فيه يعطيه دعم يزقف له، مش دايما اكيد، بس انه هو بالنهايه بشر يعني، وبيغلط بمحلات وبيغلط بحق اشخاص بمحلات وبينسى بكي يعملوا جبهته مع بمطار. كيف ردت فعلك نادين بالعاده؟ يعني بعرف تسكت كتير اوقات، بس انه قليلي اوقات وقت اللي بتعصبي، يعني هيدا الوجه التاني اللي نحن ما بنعرفه شو هو. لا وجه بشع، ايه بعصب كتير، يعني وقتها توصل لمحل الشغلة خلص عم بتدق فيني بشكل عم بتهيني او عم تجرحني او عم بتقرب على عائلتي، بصير انا بقولهم دايما انا طبعي تساني. فيك تردي اذا عبالي؟ لا جوزيف شاهين انا صرت على الهواء مش رح فيه احكي كلام، بس خلص بحكي. ردت. بقى ببين دغري التايجر اللي فيه، يعني انا حدا صبور لاخر درجه الصبر، وحدا بيعطي فرص كتير اكثر ما بتتخيلي، حتى لو على حساب ممكن يكون انا تعيسه بمطرح، بس بوصل لمحل ونس باخذ هيدي باخذ قرار او بحس انه شو بصير بستخدم القرار خلص ما برجع عنه. خلص، حتى بصير انا اقنع حالي، يعني بقى بصير اقول خلص لا اوكي بدي روق كذا، بتطلع بلاقي لا ما عاد قادره، يعني كثير بطول لاوصل لهيدي المرحله، بس وانس وصلت لها ما برجع.
نحن يعني الاشخاص اللي بزعل منهم طول كثير لازعل، بس لحقت وزعلت عن جد وحسيت هذا السخن صار براسي، عملوا لي هيدا البخار تمبراتور صدقيني بتعلى حرارتي، بيكونوا خلص بيكونوا مضجوا. طب نديم احنا بزمن الاعياد، اذا بدي اقول لك اليوم هيك على الهواء تسامحي حدا، عندك قدره تسامحي؟ اه طبعا انا اللي عندي قدره سامح، بسامح كل حدا غلطت معه وكل حدا جرحته بدون قصد وبقصد مرات، لانه انا انسانه واستفز وأكيد بسامح اي حدا غلط بحقي بشكل مش شو بيقولوا مكرر يعني عن غير قصد، يعني كرر كتير خلص ايه اللي خلص اللي قطع كارته قطع كارته، هيدا ما بقى فينا لا سامح ولا سامحنا، لا كارتو احمر احمر الكارت اللي ما بيرجع برا اوت خلص خلص. نديم الراسي برنامجي اسمه مثل الحلم، حلمت بالتمثيل؟ ليشنا مثل الحلم، احنا وصلنا احنا على الهوا يا جماعه على القنين بالعجقه، يعطيكم الف عافيه وشو حلو لبنان، بس يكون هيك العجقه كرمال نجيب كادويات ونعيد بعضنا ونشوف هالمحلات فاتحه والناس عم تسترزي والامات عم تركض تجيب الاشياء لتحضر عشاء نوال بالبيت وتستقبل اولادها وعيالهم، واللي مش قادر ان شاء الله يلاقي حد واشخاص تقدر تساعده وتسعفه ولو بشي كتير بسيط حيعمل كتير فرق، وهذا اللي عم دايما عم نشتغله نحن على صعيد المجتمع مش على صعيد عم بحكي فني. يعني اليوم انا صديقتي رشال الطوف اللي معنا وجواف شاهين اللي تلفن عاملين مثل مين عنده غراض شو عندك غراض شو في اشياء مش عايزينهم نوديهم حتى ايفن اكل، يعني مالك حلبي وابني مارك كمان عم بارح كانوا عم بيوزعوا اكل حبوب اشياء مواد يعني اوليه للبيوت. بقى يا ريت الكل نفكر بجيراننا اللي حدنا، لانه ممكن الباب اللي حدنا يكون حاطط زينه على بابه بس هو جوا مش قادر يعني. هيدا معنى العيد الحقيقي اصلا، يمكن صحيح. يمكن كلنا اوقات ملتهي بقشور الشغله ونسينا الجوهر 100%. هو الميلاد هو ميلاد المسيح، ميلاد التسامح، ميلاد المحبه، المغفره، نفكر ببعض، الايمان، نرجع لذاتنا، نغسل حالنا من خطايانا اللي عم نحملها كل السنه وعم نرتكبها بحقنا وبحق اللي حوالينا. بقى هيدا الايام مثل بشهر رمضان الكريم لما كمان بيصلوا بيركعوا بيسجدوا بيصوموا وبيزكوا وبيهتموا، نفس الشيء نفس المعنى، نستفيد من انه ننظف حالنا ونهتم باللي حدنا. ان شاء الله رسالتك بتوصل. نادين بدك تسمعنا شيء ولا هات نسمع شيء من عندك؟ روح زور ببيت بيت فقير ما عنده شيء، روح زور ببيت يا رب دخيلك انا على حس حالها عصفوريه، انت وصلت دغري طلعتي ميكرو هونيك يلا فتنا هوا، انا عم بسأل روش مدعيه كل اصدقاء صوت لبنان اللي عم يسمعونا دائما عبر الموجات 100.3 و 100.5. بدي احيي نجمتنا نادين الراسي باستديوهاتنا. نادين قلت لك برنامجي اسمه مثل الحلم، حلمتي بالتمثيل ولا عن جد الدنيا هالقد اخذتك؟ يعني من الموديلينج ل لا الدنيا هي اخذتني، ما حلمت بشيء، ما لحقت أحلم. يعني بعمل 17 كان صار عندي ولد على إيدي وكان هدية من ربنا اللي هو مارك اللي صار عمره 18 وعم بيعمل بإذن الله حكيم سنين بجامعة لبنانية ومبسوطة فيه قد الدنيا، والدنيا أخذتني صار بدي أركض بدي أشتغل بدي أهتم بابني بدي ساعد زوجي، وبلشت إعلانات وبعد الإعلانات عرضت فساتين أعراس وفتنا على التمثيل. بتعرفي تمثلي إنه قلت له قد بياخد على النهار $100 هي أغلى تمثلي ولو ما بتمثلي $100 وبلشت بقى قد صرتي هلا صرتي تكسري هلا
اي لا نزيدي لهم نسفر بالنهار. نادين لقيتي حالك بالتمثيل؟ يعني قد ايه لما صرت بلكي نجمه بالتمثيل او حققت نجاحات على القليل النجاحات الاولى قلت اف ما كيف ما كنت واعي لهالحلم اللي جوا؟ لا ولا انا دائما كنت اقول انه نحن بايدنا مصيرنا، بايدنا منقرر شو بدنا نعمل، بايدنا منفكر منشوف لوين بدنا نوصل. لا هو في درب تبقى مرسومه لك بس انت بتشوفي كيف بتخطيها، يعني الطريقه اللي بتخطيها فيها بتختلف، يعني ممكن انت تنقي طريق سهل وممكن تنقي طريق صعب. انا حدا اكيد ربنا كان عاطيني هيدي الموهبه وكان عارف ان انا بدي اوصل لهون وكان ناعم علي بهيدي النعمه وخلى الحياه تجرفني لتوصلني. بس طبعا لو ما عندي الموهبه وحدا اني قادره اشتغل على حالي واعطي دائما شخصيه جديده وما اكرر نفسي، لانه انا بالشكل ما كثير بقدر، يعني اكثر شيء عم بغير لون شعراتي ما كثير بقدر اغير بشكلي. سو مسلسلاتي عم بتكون ورا بعض على الهواء، لو ما الشخصيه عم تختلف عن الثانيه ولو ما فيها عن جد هالقد موهبه كبيره من ربنا ما قدرت وانا تستمر. عم بشتغل ما كنت قدرت استمر ولا قدرت لليوم. المسلسل اللي عم ينزل عم يعمل احلى من اللي دائما الحمد لله عم بيكون احلى من اللي سبقه احلى من اللي رح نحكي هلا عن يعني العمل اللي عم نشوفه على الهواء يلي هو قصه حب يلي عامل ضجه. بس قولي لي انت اي عمل تعتبريه هو كان المفترق الطرق لنادين الراسي؟ غنوجة بيا هو اذا انا عندي عملين، غنوجة بيا هو اللي عمل لي الانتشار، حبب الناس بشخصيه نادين، لانه وقت قريت النص انا لكلوديا مارشيليان قلت لهم منى طايع، قلت لهم انا بدي اياها تكون اسمها نادين لانه هيدي انا، هيدي هي شخصيتي. سو الناس صارت تشوفني بالشارع او بالسوبر ماركت تشبه الشخصيه هي هلا عم يشوفوها على الهواء بقى، حتى بحركاتي بمزحي انا انسان كتير عفويه وبتصرف مثل ما انا برتاح، لان انا بحب الحياه، ما بعرف البس ماسكات ولا بعرف اتصرف بعكس انا شو حاسه. سو كانت غنوجة بيا الانتشار تبع نادين، تعرفوا على شخصيه نادين. لما اثبتت اني انا بمثل وعندي قادره ادي ادوار ومشاهد صعبه بمسلسل عصر الحريم بوجه الاستاذ كبير عطوان كرباج، عملت دور صح. رائع، وهيدا كان هيدا اللي خلى انه الكتاب والمنتجين يشوفوا انه نادين مش بس انه فينا نستفيد انها سيده حلوه فينا نعطيها دور مهضوم تحب وتنحب، لا فينا نخليها تعمل ادوار فيها معاناه فيها شجن تقدر توصل رساله بشكل صح، بتبكي مزبوط مش بتستعمل قطره. يعني عم بقدم بكل جوارحي وبكل احساس عم بقدم اللي الدور اللي انا بين ايدي، بالاخر بيطلع اسمه رساله للمجتمع وفخوره. دراما رساله بتقولي؟ اكيد رساله كثير مهمه، لانه اليوم بتوك شو بعد انا وياك اليوم فينا نتناقش بموضوع بنطلع اخر الحلقه ناس 70% مع 30% ضد وكل حدا عنده رايه، لما بتطرحيها هالمشكله الاجتماعيه بطريقه دراميه من خلال الدراما وبتفرجي اذا عملنا هيك لوين ممكن نوصل، اذا عملنا هيك لوين ممكن نوصل، الناس عم تكون عم تقتنع اكثر وعم بتشوف الحاله بشكل اوضح وساعتها هي بتاخذ القرار الصح. بعمليه اكيد من هيك انا اليوم الادوار اللي بختارهم مش بختار دور لاطلع البس لابسين تياب حلوين وتعملي لي مكياج اي دور اليوم يعني. بتقولي ايه يعني نادين؟ كل دور فيه معاناة بقول عليه، كل دور فيه رسالة اجتماعية بقول عليه، كل دور بمس المرأة وسيدة المجتمع والأم والأخت والبنت بقول عليه، كل دور بفوت على البيت وبيعلم الناس وبيخلي البنت اللي عمرها 12 تحضر والمرأة اللي عمرها 50 تحضر واللي عمرها 80 تحضر بقول عنه ايه. يعني اللي هم موجه لكل الناس. اي دور ممكن تقولي له لا؟ يعني وين حدود نادين الراسي؟ ما في حدود، ما في دور بقول له لا. ما اللي بدي اقوله لا، فينا نعمل اليوم دور يعني اذا بدك اجرأ دور ممكن يكون هو انك تعالجي للاسف الشريحه من الصبايا الجميلات يلي عم يلتجوا للدعاره كرمال يطلعوا مصاري. سو هيدي ستوري كثير مهمه لازم نفرجيها للبنات اللي عمرهم 12 سنه يشوفوا قد ايه بيعانوا لوين ممكن يوصلوا. بس نادين بعد بشكل مش جريء دراميا بعد ما طلعت كثير من حالك، يعني بالادوار يلي يعني جريئه هالقد، عم نحكي جريئه بالطرح بالفكره مش عم بحكي بعد ما اجى الدور، يعني اذا بدك مثل هيدا يعني ما اجى الدور لا. بس في هلا كلوديا عم تكتب الشقيقتان، حتشوفوني بشي جديد. وافقتي خلاص؟ وافقتي على الشقيقتان؟ ايه خلاص اكيد غرمت فيه مش وافقت. طب نادين الراسي يعني اليوم لعبتي مع منى طايع ككاتبه ولعبتي مع كلوديا مارشاليان كمان ادوار مفصليه واليوم مع نادين جابر،
بعرف سؤال مش مهضوم يعني بس انت مش انت كنت مهضوم شوف يعني بين هون ثلاثه يلي بعرف انه هن هيك فلفل هلا بلش ها يلا بلشنا نعطس تفضلي لا يعني بين ثلاث كتيبات ثلاثتهم شاطرين ثلاثتهم مميزين واليوم نادين جابر حدا بلش كمان يثبت حاله اكيد وين يعني اذا قدموا لك ثلاثتهم نص نص مين بتقولي عنه ايه على العمياني قبل ما تقرا على العمياني بلا ما اقرا كثير بوثق بكلوديا ومغرومه بكتابات نادين يعني بصير عندي بين هول الاثنين عرفتي وصعب اعطيك جواب هلا قصه حب صراحة. اليوم عم بتعيشه نجاح يعني خاصه انه يعني ابتدى بشكل مخربط اعلانات كتير ينعرض ربع حلقه خبريني انت 14 دقيقه دراما حرام يعني خلينا نفسر للناس انه الاربع انه الحلقه الدراميه بالعاده بتكون تقريبا 45 دقيقه كان عم ينعرض نص يعني 20 دقيقه او 17 والباقي كله اعلانات صحيح انا من الناس اللي ما بقى كفيت قصه حب مثلا وكتار من الناس اللي ما عادوا كفوا أنا تعبت من الإعلانات طبعا يعني في حتى حدا على التويتر في ناس عم إيه عادة زمي بدي كي أصلاش فيك تعملين ما فيك هات نيوز كتب لهم أنه بليز غيرونا الدعايات ليه هات نيوز بحبه كتير أصلا شو أنه بليز غيرونا الدعايات غيرون يعني عرفتي يعني صار عندك بيخلص زينريك بتفوت دعاية أيه. أنه صار عم بحطوا شوية قصة حب مع كما كم نقطة حب يعني هن لأنه فتنا بكريسماس وبتعرف اليوم على نويل طبعا الشركات كلها بدها تسوي لمنتج تبعها والناس اكيد اليوم بدها تروح تعمل شوبينج كل هالاخبار دونك سي اب وقته بكريسماس هذا الشيء اكيد بده يكون في اعلانات دو الريتنج تبعه كان طبعا عالي كمسلسل كان عليه نسبه مشاهده كبيره دونك كمان صار في عليه بيع اعلانات اكثر واكثر وطبعا هلا من بعد ما عملت هيك الال بي سي وصاروا يقسموا الحلقه بالنص وشافوا الاعتراض اللي صار من الناس واللي الناس اللي بلشت تترك وتروح على يوتيوب وما تحضر حتى رجعوا هلا عم بيعرضوا حلقة كاملة ونهار الأحد عم بيعرضوا حلقتين لعن جد يسرعوا شوي بالأحداث والتيمبو تبعه كتير سريع أحداثه بتجنن ما في حلقة كتبتها نادين ما فيها حدث ما في بقى اللي نعمل كتير ظلموا للعمل وظلم نادين وظلم فيليب أسمر كمان يعني حتى إخراج فيليب في ناس الريتم تغير مش مزبوط أي أنا دقلة أنه ليه الريتم هيك مش مزبوط يعني أبداً ظلم المسلسل فيليب مبدع شغل مش طبيعي وانا بقول اليوم لما عم بيحضروني بقصة حب عم بيقولوا قديه عم بيشوفوا هاللمعة بعيني عم بيشوفوا الحرقة بقلبي عم بيشوفوني قديه مقهورة لو ما معي مخرج انا على الست قبضاي ما بيكمشون هاو يا ممثلات انظلموا مع مخرجين بتبقى هي عم بتنوح وعم تعمل مشهد فيه وكل شيء بيقلك انا عصب واخدها لارج طب ما حرام مزبوط لا فيليب ما مضيع ولا نقطة احساس فيه للمسلسل بل بالعكس يعني انا اللي شفته من بعد انك نزلنا على المونتاج فيليب اضاف للعمل جدا 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 اصلا كل عناصر العمل كانت كامله زياد شويري بالانتاج كان بالانتاج كمان كان ما يعني كان سخي ما اثر بولا شيء اليوم زياد منتج لبناني انتج اذا بدك هو العمل فيه ممثل ماجد المصري من مصر وباسل خياط من سوريا ولا يستهان لا بقدراتهم ولا باجورهم يعني حتى بقى وحتى كمان ضيوف كان معنا كمان كتير مهمين من سوريا وهيك بقى كان حدا سخي فيه للموضوع نادين اشتغلت قصة حب مثل ما تكون ببيداني ببطنة هالقد اعتنت فيه هالقد عيشته هالقد عيشت معه وهالقد ولد داني ولد من بعده بيومين بلشنا يعني المخاض كان باثنين هي بتقول انه بتشك انه طبعا رح ترجع تكتب احلى بس يعني هي لما بدها تحكي لك عن قصة حب بتقلك بشك انه رح اقدر اكتب شيء احلى من هيك شو كاتبه شيء احلى لا كاتبه شيء كتير حلو الجوزاء الجوزاء كتير حلو وحتى عندها حلقه كتبتها لمسلسل كنت عم تفكر هيك قاعدين عم نحكي على صوت عالي للتوضيح نادين هي صديقه لالي وقاعد نحكي بكل شيء يعني بس مش بالضروره يكون هذا عمل لالي او لا يعني ممكن يكون عمل عم تكتبه ونتشاور انا وياه ويروح لحدا تاني يعني حتى في خيانه عظمى كمان عم تكتبوا نادين كاتبة ممتازة إحساسها بجنن ألمها حلو بتقري شيء ما رح كلوديا
قريبه للشارع اكتر بالعبارات تبعها. انا عن خبره انا شو قاريه مع كلوديا ومع نادين. نادين قريبه من الشارع بس في بعض الحكم اللي بتحطها وبتلقطها بغير مشهد بتطلع بتقولي كيف هاي كيف ركبوا معي يعني ركبت معك انه عرفتي يعني عندها يعني محتاله إيه عندها ميول صوب الرومانسيه اكثر يعني هيك عم حس انا بكم عمل لهلا تقريبا انكتبوا او الجوزاء شوف الرومانسيه طب قد ايه احنا عن جد بنحمل هالقد رومانسيه بهيدا الوقت قدام نحمل بتعرفي انا وقتها يعني انا موت بلا رومانسيه لا مش مختلفين كلنا بنموت يعني ما فينا نتنفس بلا رومانسيه بس انه في اوقات بتقولي بعد وافي من هون الاساس يعني مثلا كيف كان عم يشتغل لك ويعمل لك مجد المصري وبالنهر هلا اوكي انه وين بعد عم تعيشين هون الاساس مثلا او ربعا او يا اختي يعني هيك فكره ريحه بالمره مش موجود لا لا فعلا عن جد قد ايه هلا يعني نحن بهالعصر في بعد في بالريتم اللي عايشينه قد ايه بعد هيك قصص هلا اكيد هلا هي بالنهايه نقل هو كاتب يعني هو حتى بالنص هو كاتب حالم يعني حالم بحب الاشياء هيك بيرفكت عرفتي بيعمل القصص اللي عن جد بتقول انه اف كيف عملون يعني حتى في بعض النساء انه عم بيحضروا بسوريين بزور جيبون انه ايش يعني ليك شو عمل له ليك شو كذا عرفتي انه مش ضروري يكون هذا الشيء بينعمل بس بعد شيء اشخاص بتعمل افار حتى لو بيكونوا لهم جوازين سنين بعدهم بيهتموا بعدهم بيراعوا بعدهم بيعملوا هاي السوربريزات الصغيرة يعني بلاقي انا لو سوربريز مش ضروري هذا النهر لو شيء اقل من هيك بكتير ينعمل بصدق بيكون يعني بيكون هالقد مهم عرفتي بس اليوم نحن دراميا اكيد بدها تتصور بشكل عرفتي هيك كبير وعظيم وكذا وبكره الجواب بيجي باخر حلقه رح نسمع شيء يلا يعني هلا كيف عم تغني يعني مع غنيتك بتحس من قلب قلبه لقلبك بقى انا ما شفت هيدي انا بعمل شيء من بس بدي اعمله من قلب حسيتي ما قلت غني في ملحن اسمه مصطفى صبري بوجه له تحيه بعت لي اغنيه على الواتساب يعني لليوم بحط راسي على المخده وبعد بدندنها كتير أخذتني كتير حسيتها هيك من قلب قلبي إذا ممكن أعمل شيء أعمل هيدا الغنية هيك ممكن إيه بس إنه مش كرمال لا غني بحفلة ولا أعمل مش رح تحترفيها يعني نو نو. أخذت قرار إنه خلص أنت ممثل ما بتعرف ما بعرف أنا ما فيني ما بعرف أطلع على المسرح وما بعرف ما بتعرفي تطلع على المسرح لا ما بعرف اطلع غني يعني بعرف لا مش فهمت عليك قصدي انه يعني بتحسي انه مش لقلك هو شيء كتير حلو يعني انا بشوف خيي واقف عم يغني او اي مطرب او فنانه مثلا واقف حامل الميكرو عم تغني بكل ثقه وعم هيك تتعاطى مع الجمهور وهيك بحس انه لا ما بعرف اعملها ممكن نكون قاعدين بسهره وباخذ ميكرو بغني والكل ببقى ام انجوينج لانه ماني مسؤوله عن شو عم بعمل عم بعمله لانه هيك نحن مبسوطين هذا هوبي يعني هوبي ايه بس ان احملها مسؤوليه على كتافي بدها كتير شغل يعني انا اشتغلت مع الرحابني وتدربت مع رونزا ومع اسامه الرحباني ومع استاذ منصور شغله بدها تفرغ اكثر بعد من التمثيل اكلك شربك نومك
ما بتعودي ملك حالك ابدا. رح تكرر المسرح الغنائي؟ يا رب اكيد ضروري ضروري ضروري. عملت شمس وقمر انت شمس وقمر مع استاذ عاصل حنان للراحل وجدي شيا الله يرحم روحه. يا ريت بنته ترجع تقدر نعرضها لانه عرضنا بلبنان وجددنا وكان فيها اساسا ينعرض كمان برا بعدها. عرضنا بقطر وبالاوبرا وكانت عملت اصداء مش طبيعيه ما بتصدق انه كان بعد بدهم اياها بس كان جاي من روسيا مسرحيه بدها تاخذ الاوبرا وما فينا نعرض بغير الاوبرا لانه هالقد كان هالقد كان في طلب عليها بقى. وكان بس رجعنا كنا بنطلع كان وجدي حلمه كتير كبير بهالمسرحيه عن جد. كان في استراليا امريكا كان بدنا نطلع نسافر فيها كتير البرازيل ما اكتمل بس بنته ان شاء الله ان شاء الله بتكمل هيدا الشيء عن جد ونحن جاهزين يعني كان انا ان شاء الله حتى الفارس عاصل حليني يعني اكيد بيكون كتير سعيد بالفكره. صار في كلاش انت واسامه الرحباني لما جربتوا تكونوا سوا يعني اسامه صعب بعرف انا بوثقك وصديقي اسامه يقمع صديقي اللدود هيدا يا شوفي بس بهدلني واسكت انا مش فيكي ما انت ذكرتي بس بصير اضحك يعني اسامه طبعا صاحب خبره كبيره يعني حتى كنا بحفل من فتره وكان قاعد اسامه و هبة هبة مش هبة عن جد شيء مش طبيعي بقى قعدت هيك قال لي بدي اقول لك شغله قلت له ولا كلمه لا 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 لا, لا. ما بدي اقول له شيء قلت له كروئي صرت اذكر دنيا قال لي كروئي بخش الضحك قلت له يا خي بتضرب لي على الوتر ما بتض قال لي الآ مش قلت له اوكي عنده مشكله بالالف عرفت انه مش عم بحكي مثلا بقول يعني شوي على فرنساوي مش خلص انه هي زبطيه اوكي خلص القلم حطيه يا خي ما بدي احط قلم ما قلت تشتغلي انت بيه ايه مش غلط بلا مندبح بعض بيمشي الحال صعب صعب كتير اسامه حدا ما بيقلع معه غير صوت هبه طباجي من الاخر بيطلع وين بدك تطلعي بعد يعني ما عرفت انه هيك بركي والله يرحمه وسني هيوستن بركي هيدا اللي بده اياه يعني ما معقول انا حدا 2 اوكتاف ونص مدري 3 اوكتاف ما بعرف قد ايه صوتي منيح يعني هو منيح بس لا ما اسامه ما بده اياه 5 بركي انا هي ستيل يعني ما بعرف 5 2 بده اياه 4 يا زلمه حموت ما خلص يعني عم موت ما بقى اقدر عملت نوديول على الكورد فوكال وحدا انا ماني متمرسه والريسبيراسيون لازم تكون بالبطن مش بال لازم تنامي بكير ولازم في كثير تنامي بكير مع اولاد وتصوير يعني انا اليوم ما فيني اذا بدي اشتغل فن وقف مسلسلاتي اكيد لا سو النوم هيدا نحن بقاموسنا بس يبلش المسلسل هيدا شيء بنشيله من راسنا يعني خلص يعني انا هلا لي فتره تقريبا صار لي انا مخلصه قصه حب تصوير شيء 5 أشهر 6 أشهر رجعت اتذكر كيف انه انا بودي اولادي على المدرسه وبنام للساعه 2 بس هلا بلش صار في شيء على النار بدنا نبلش فيه رجعت عم بوعى الصبح انه خلص تنسي شيء اسمه نوم دونك الصوت بده نوم بده راحه ممنوع تاكل ايس كريم ممنوع تاكل اشياء فيها اسيد في كثير في ريجيم اليمنتير لازم ينشغل عليه ونوم وقصص فوالا دونك بده كثير التزام يعني وانا ما عندي لا الوقت وحالتي يعني وضعي ما بيزبط الا مثل ما قلنا اغاني حسه قد ما باحساس ماني رايحه لاعمل مراجل شو بقولوا قدرات صوتيه ولا شيء بس هو قصه احساس وياما فنانين كثير كبار بنسمع لهم لاحساسهم مش لصوتهم وياما اصوات رائعه بتجيب عندها اوكتافات ومساحات كثير كبيره ما بقعد فيك تسمعيها هي القصه قصه قبول يعني في هذا الشيء الاحساس اهم انا برايي من انه الصوت يكون قوي لا وفي انا برايي الكاريزما هي اهم شيء لانه في ناس ما عندها شيء عندها بس كاريزما صحيح ما بتعرفي في شغله انه في ناس للاسف قدرت تحطي على ناس عندها صوت كثير كبير مظبوط نادين مين بينافس نادين الراسي يعني اذا بدي اقول لك سميني مين انتم الخمسه الاول اليوم على الساحه الفنيه كل ممثله بتنافس نادين الراسي اليوم لا مش كل ممثله لا ما فيك انا اليوم وقت فت على الدومين مين كان عامل لي يوم انت بتشيلي مسلسل على كتفك مين مثلك بيقدر يشيل مسلسل على كتفه مين مثلي يعني اليوم نادين نجيم سيرين عبد النور ورد الخال خمسه بديك
لا ما بعرف يعني. مبدئيا هون الاسماء اللي قريبا حنشوف سارية ابي كنعان بتشيل وبتشيل وبتكتر يعني. سارة يعني صديقة يلي هي صديقة سميرة فعلا شغلها حلوة. في كمان ما بدي اظلم حدا بس انه هيدي الاسماء اللي مبلا فيها تشيل واكيد بتنفسني طبيعي. سيرين عبد النور اي لا قلت سيرين لا طبعا صلحتوا عن جد انت وسيرين؟ ايه عن جد يعني في سلام وكلام اذا التقيتوا؟ طبعا اكيد لا اكيد ما في مشكله صارت وخلص صارت ورا ظهرنا. في بعض الناس اللي مننا في ناس زادت بيناتكم الزيت طبيعي. فيني اقول حتى لليوم في ناس بعدها بتحرتق يعني. انا اليوم وقت رحت حضرت ماجي بغصن بقول لها الف مبروك يا ماجي على الفيلم الحلو جمال سنان يعطيك الف عافيه. كتبت انه كنت نجمه واربع وعشرين ايراد برمضان وأثبت للسينما اللبنانية أنك السيدة الأولى بالسينما اللبنانية. ما قلت لك كنت نجمة 24 إيراد، كنت نجمة و24 إيراد. يعني فهمت غلط كأنك عم تغمزي على سيرين. فاتوا لا سيرين كانت نجمة على أول شيء. سيرين ما أنا معي بالصورة أنا وماجي، وماجي هي نجمة ب 24 إيراد، يعني هي بطلة مسلسل 24 إيراد هي وسيرين. سو أنا كتبت لها إن أنت نجمة و24 إيراد، ذهب 24 إيراد، نجمة و24 إيراد. بس أنا شفتيها على الإنستا زيحت غير بالعربي لأنه أنا شفت نجمة و ما حتى اسباس بيناتهم نجمة. كيف بكتبها بوصلها ببعضها يعني نجمة و24؟ طب شو بدك بهالشغلة؟ طب كنت ليه ماجي مش نجمة؟ لا بلا قصدي كتبت شيء ثاني. لا بدي يعني بدي أعطيها حقها برمضان. فعلا ماجي أبدعت ورحنا على السينما كمان ابدعت. طيب لانه كرمال ما يفهموها غلط لانه في شيء سابق. شو رديت؟ انا وسيرين شو رديت؟ ما رديت بلوك. بلوك من هلا ورايح لكل اللي عم يسمعوني اكيد بحبوني، واللي ما بحبوني اكيد طلعوا برات شو بقولوا الاكونت تبعك. مش بس برات الاكونت، هلا حتى على السمع فيهم يطلعوا ويعجلوا كمان ما يطولوا احسن ما ينزعجوا. اللي بيزعجني او بجرب يحط زيت على النار او بجرب شو بقولوا يعمل حاله انه هو كتير بحب عحساب الناس وعحساب صداقات الناس ومعارف الناس ببعضها، بقول له انت حتكون يعني حينعمل له بلوك وما برجع عنه للبلوك. خلص بلوك باي باي وديليت. ما ماني مضطره رد عليهم يعني. طيب اليوم خليني انا من خلال يعني صوت لبنان ومثل حلم حي سيرين عبد النور يلي كمان كانت ضيفه وهي صديقه انا بحبك بتعرفي قد ايه قلبك طيب. كمان سيرين حدا قلبه طيب صحيح. وكمان يعني بتشبهوا بعض على فكره يمكن من دون ما تعرفوا بعض. اثنيناتكم حساسين كثير واثنيناتكم هيك الشغله بتجرح. نعمل الكلاش يمكن هيدا العامل الكلاش لانه حدا كثير حساس يمكن انت ويمكن هي. بتمنى يعني مني وجر كل الصحافه ما تفوت بيناتكم. انتم نجمتين اليوم لازم ننبسط. ما احنا كلنا يعني قلتي لي عده عم بعد عن جد ما هيدا بعدنا عم بقول لك يعني ما كفينا الايد الوحده يعني بقى انتم نجمات نشد بعض نتعلم من الـ يعني الممثلين السوريين او المصريين. فيك تقربي على حدا منهم بشرفك شوفي كيف بيدافع على بعض صحيح. كيف شرسين على بعض نحن منكسر بعض. لك انا حقول شغله مش بس على صعيد الفني اليوم ايه معك حق اللي قلتي ويا ريت يسمعوا اللي انت قلتيه ويعملوا فيه وما يتاجروا بقى باسامينا. حتى للاسف اليوم بشركات كبيره بالبلاد العربيه بتلاقي كل مثلا اعتبري اشخاص مصاري سوريه اردنيين من البلاد العربيه يعني بيدبوا على بعضهم وبيسكروا على اذا حدا عمل غلطه. بيطلع اللبناني ليتوظف بصير بده يكب اللبناني صديقه برا لياخذ البوست تبعه. ما بعرف ليه يمكن لانه خلقنا ببلد ما رح بقى اقول حرب عيب نقول بقى حرب. خلقنا ببلد عم نطمح دائما ان نفل منه دائما بدنا فيزا دائما بدنا جنسيه ثانيه دائما بدنا نطلع نعيش برا. هذا الشيء ما خلق فينا للأسف الانتماء يعني للأسف حب الانتماء مع النية. وبس يجي واحد لحدنا هيك دعسنا شوي على طرفنا لبنان الأرز والجبل الأخضر وأنا اللي ما حدا حكي عرفتي بقى نحن طريقين حكي نمبر ون. رح تابع أنا وأنت نادين الراسي عبر صوت لبنان ومثل الحلم ولكن في عنا فاصل أعلاني وبعده موجز الحدث ونتابع تبع مثل الحلم بالدقائق الأخيرة مع النجمة نادين الراسي. بدي حييك نادين كمان مرة. يخذ العين عني عبالك كمان مرة والله يا ريت تشوفوا شو بتعمل نسرين بالستوديو صارعت تعرفي زغت يا جماعة عارت كنا بتهدى والله نادين عبالك تكوني بالسينما أكيد. أنت
امتى ما نشوفك بالسينما؟ يعني هيدا حلم من احلام نادين الراسي. لكن احنا برنامجك اسمه مثل الحلم. انا بالنسبه لي ما في شيء اسمه حلم بالحياه، في شيء اسمه هدف. بقى ما كان هدف السينما، هلا صار هدف واكيد رح صيبه. ليه؟ ما كان هدف، لا ما كنت مآمنه، كنت عم شوف اشياء وما حب. اي اعمال خلتك تحس انه صرنا تقريبا، لانه السينما من يعني الافلام القليله اذا بدك اللي فينا نقول عنها هي السينما. صحيح. اي افلام حمستك؟ يعني اكيد الاشياء اللي بتعملها نادين، شو اسمه هلا لوين، نادين نادين حبت لولو كان رائع. صح. حبت لولو انغرمت فيه. أحلى من شي يوم رحفل. طبعا. أنا بدي شو دور القواص برا. لا لا لا. بعتقد ليال صارت عارفة هيدا الشي، يمكن ما ترفض بالموضوع، بعتقد هلأ صارت تعرف. صعب اليوم لأنه هيدا قبلنا، يعني اليوم إذا بتقولي ابنك هيدا أحلى من هيدا ما رح بلا يمكن، بس يمكن أنا ديب انسايد ببقى بعرف. عصيرة ابني. عم يسمعونا أولادك أهتن أهتن شو بتقليلون. بدي قلون هي أول مرة مارسيل وكارل بيسمعوني على الراديو. او هني حتى ما بيحضروني على التلفزيون. بقول لهم مارسيل مامي جويا نويل، انا شفت اني تركتك وجاي عندي شغل، ما بكذب عليك، يلا بخلص وجاي لعندك على البيت. شتم بوكو كارل، للاسف ما كثير بعد بيحكي عربي بس بلش يعرف. كارلوتي مامون تي لامور دو مامي جويا نويل مامون شي جتام كارلو يلا جوي اميزي فو بيان فو اميزي مامون. هني معهم هلا بيتر ومارفن ولاد رفيقتي. بيتر مارفن بلا زعرانة لأنه نحن بس التقوا بعض بيكونوا كتير ورشين. قدي صعب نادين بين الولاد وبين الشغل، يعني هل راسي ينقسم اثنين؟ أخ صعب كتير بغياب يعني زوجك اللي يشتغل برا. طبعا يعني قبل كان أسهل شوي لما يكون جسكار بلبنان، طبعا أسهل. أنا بطمن بالي على مارسيل وكارل، بيكون بيهم موجود. لو أنا بكون ببقى بصغرتا بأهدن في مسافة توصلي على بيتك. بقى هلا عم بكون شوي مقلقة، مقلقة يعني. يعني بتكون أمه، بتكون أمي، بتكون رشال اللي هي صديقة عمري يعني، وبتهتم بولادها بولادها نفس الشيء بالنسبة لها. هي عندها 4 وأنا عندي 4. سو يعني مدبرة حالي، بس أكيد أصعب، أكيد أصعب. بس انه الدنيا عليهم ما بتسوى شيء، بس طبعا مرات بعصب عليهم. ايه كارلوتي انا بعصب، انا ما عندي شغل ماموشي. بس انه اكيد برجع ببوس وبغنيج مثلك يعني، مثل ما بنبقى مضغوطين يعني. طبعا اكيد. نادين هلا شو من بعد قصه حب على الهواء؟ فيتي بالشقيقتان مع كلوديا خلاص. شقيقتان ان شاء الله بشهر 5. لا مين؟ بعد ما فيك تقولي. لا عرفتي يعني بتعرفي اليوم مع باميلا؟ ان شاء الله. هي اختك، هي باميلا اختك، دير بقى للدور ومع فيليب وهيك. فيليب اصلا ما بحس بقى لها تنبلي غير مع فيليب. انا ما عارفه هذا عندي يعني اليوم هلا. لا يعني حتى اليوم عندي يعني عم نحكي بمسلسل جريمه شغف مع مفيد رفاعي. رح تفوتي بجريمه شغف كمان؟ ان شاء الله. ايه بكره اجتماعنا. كمان بكره بخبرك. فيتي على مرحله باسمي يعني نادين ورا بعض يعني. وان شاء الله بهالوقت كمان جوزاء يكون خلص مع نادين ونصور الجوزاء. يعني مش بقوله فتحت له. ما تخلي حدا تاني يتنفس. ست اشهر قاعده يلا عرفتي، حاسه انه بدي بلش، بس كنت بحاجه اني اقعد، انك تاخذي بحاجه اخذ فرصه اقعد مع اولادي، سبحهم، لعبهم، اعيش لحظاتهم اكثر عرفتي، وما اكون مضغوطه. بقى كثير مهم اللي قعدته مع اولادي، كثير عطاني اشياء ورجع انرجي يعني اكثر 100%. انا رايحه هلا اكيد بفول انرجي، واشتقت اشتقت اني فوت. طب انت منك مع الغياب شوي على الشاشه؟ ما كتير، ما زعجني الموضوع ابدا. مش لالي على الصعيد الشخصي، ما زعجني على الصعيد المهني. يعني انا اليوم من تقريبا ما بعرف 10 سنين ولا سنه ما كنت على الهواء. طب نادين الراسي بدي اسالك سؤال، جاوبيني بجرأه، مين الممثل اللي ما بدي اكون نيجاتيف، انا ما بحب هذيك الاسئله، بحب الاسئله اللي مين الممثل يلي عابينك انك ترجع تكرر التجربه معه؟ عابيني ارجع اكرر التجربه يعني ممكن تطلبيه بالاسم؟ تيم حسن. تيم حسن طبعا. طب فيني امثل انا وروح العب الدور؟ فيك تروحي عني. انا بحس اسمع يا
نادين بقى عندي دقيقة لازم اختم. قد ايه الموسيقى عن جد هي مهرب لإلك وين بتهربي وقت اللي بدك ما بدك حدا؟ هي الغنية أكتر وحدة بهرب لعندها. وكمان في غنية قلت لك عنها قبل شوي بحبها كثير كمان بهرب لعندها. يسمحولي الكل. يسمحولي الكل. أكتر وحدة بتشيلني. قبل ما نختم أنا بدي أشكرك نسرين كتير. وبدي أشكر كل الناس اللي سمعتنا وأعتذر من كل حدا حسنة مش حسنة أنت أكيد. لا أنت كنت أنا خليني أقول للناس إنه هيدا أنت يعني. ما بعرف كذب. أنا بمثل أنا بقتبس شخصيات وبتبنيها للآخر وبفوت فيها للآخر بس أنا ماني كذابة. سو فرق كتير كبير. التمثيل هو أصدق كذبة بس منه كذبة. أكيد بتشكر كل المستمعين بقولون ينعاد عليكم يا رب وإن شاء الله تكون سنة خير والله إن شاء الله يكون كل الناس دفياني وشبعاني ويعيدوا لو بيجات طابولة وصحن بطاطا مهم العيلة تكون مجموعة المرض يطلع من كل بيت بإذن الله ما نعيد بالمستشفيات هذا أهم شيء لو قعدنا أكلنا توست مع أولادنا ولبني وحضرنا تلفزيون وما يكون حدا منهم مريض على فكرة الحلم هو الأساس الصغير كنا نعطيهم مدري شو هو نحن حماسين الحلو الفرح هو هول اللحظات الصغيرة حققتي كل شيء عبالك بعد شغلة واحدة تقولي لو لآخر يوم بدي أحققها شو هي فيلم مرتاحة لا تركت بسمة نادين الراسي وإن شاء الله بتضلك عم تنجحي وتنجحي كل شيء فيني أشكر حدا تفضلي أكيد بدي أشكر كل الناس اللي عم تشتغل معي واللي بتواكبني دايما تينو روبير معلوف بمسلسلاتي اللي عم يشتغل معي من كل قلبه وربه وما بينام الليل أندري لينا إبراهيم اللي مستميني هلأ وعم بيطلعوني بأحلى حلي عن جد وما ملتقى كتير من أنا وياكي فريش بانوغليان اللي كنا بنعرف بحاجة دايموند واشياء بقى هيدا انسان بيعمل الاشياء اللي انا بديها وبيأكل في ايام مرات حتى بياخد بردهم من الاخر تاني صديقتي وحبيبتي أراكسيز نيل ودكتور رائد لطوفي اللي رسم لي صبتلك سنينك امبارح احلى بسمه كنا عرفنا على وجهي وفعلا هو صديق بيرسم كمان البسمه بالقلب لون ثانك يو رشا لي لطوفه اللي خلي لي يكون اهلي امي بي اختي اولادي كل الناس اللي بتحبني طول ما انتم بتحبوني حضلكم بحياتي واللي بده يفل بيكون هو قرر يفل واللي بده يضل عقل مثل عسل اهلا وسهلا فيك نادين الراسي مزيد من النجاح ان شاء الله 2016 بتكون عامره عليك وعلى كل اللبنانيه اطيب التحيات مني انا نسرين زواهر الاسبوع المقبل مثل الحلم مع ضيف جديد إلى اللقاء.